اللي حضرتك مشيت فيه ده، بس ابتدي مع مدام نهاد واسالها حادثه ندى. كان يعني معلش انا اسفه جدا والله ان انا فعلا بقلب المواجع، بس اتكلم كده عن ندى وسبب وفاتها والحادثه. مبدئيا بشكركم على الدعوه وان انتم مهتمين بسيدات افاضل، وانا فخوره ان انا قاعده مع سيدتين عظماء لسه متعرف عليهم النهارده، و عندي امل ان احنا يبقى في بينا تعاون في اي مجال، لان اكيد لما بيبقى في الحماسه والباشن اللي موجود ده اكيد نقدر نغير حاجات كتيره قوي. زي ما بتقولي انا مش بحب اتكلم كتير قوي على حادثه ندى، لان وكنت قلت لزميلاتي هنا ان انا ما اعرفش تفاصيل الحادثه بحذافيرها، لكن عارفه ان هي حاجه مؤلمه وحاجة هتفضل معانا على طول. ندى عايشة جوانا، وزي ما في ندى لما حصلت حادثة ندى هي اللي خلتنا نوعى ان الحوادث دي موجودة حوالينا كلنا، مفيش حد من قريب او من بعيد ما عندوش حد حصلت له حادثة طريق. دي اللي وجهتنا ان مصر فيها مشكلة متنامية لحوادث الطرق والوفيات والإصابات اللي بتنجم عنها. ندى مش أول واحدة ولا آخر واحدة، كتير جدا جدا، أعداد رهيبة، وللأسف الشديد في شبابنا جميل. ندى كان عمرها 19 سنة لما فقدناها، بنت مليئة بالحياة والسعادة والفرحة، ويعني حتى لحد النهاردة كله متذكرها، لأن هي كانت ليها بصمة حلوة في نفوس الناس، شخصية جميلة. شابة صغيرة راجعة من جامعتها وحصلت لها حادثة طريق مش يعني أدت بحياتها. حاجة زي ما قلت كانت مؤلمة جدا، ولكن مع العيلة فكرنا ازاي نواجه المشكلة دي، وواجهناها ان احنا نقول لازم بأي طريقة نبتدي نخاطب المشكلة المتنامية دي، نخاطبها عشان نوصل في الآخر لطريقة ان احنا نقلل من النمو المتسارع لحوادث الطرق. مصر من البلاد العالية جدا في نسب وفيات وإصابات تصادم الطرق، احنا عندنا 12,000 وفاة في السنة. يعني في الساعة اللي احنا قاعدينها مع بعض في عيلة للأسف هيجي لها خبر وفاة. القاتل الأول لشباب مصر من سن 15 ل 29 سنة، الشباب اللي احنا لو بصنا له حتى من وجهة نظر اقتصادية بس، ان احنا بنفقد أمل بكرة، أملنا في ان احنا يبقى عندنا شباب يقودوا مستقبل مصر. فزي ما بقول احنا حسينا بغيرنا، ومؤسسة ندى اتعملت. كانت فكرتك موضوع المؤسسة دي؟ الأول لك الحق كانت فكرة أخويا طبيب، وشاف الألم اللي احنا كنا فيه وقال نعمل مبادرة نوعي الناس. فعملناها في الأول مبادرة في 2014، فبراير 2014، سنة بعد وفاة ندى على طول، مبادرة على السوشيال ميديا نوعي الناس لحجم المشكلة. الناس بتاخدها كأنها رقم بس، رقم فلان توفى في الشارع الفلاني، الدائري فيه حادثة، يا خبر اتنين توفوا، الطريق اسماعيلية مش عارفة فيه كم واحد توفى. لكن لما نبتدي نشوف ان ورا الأرقام دي في بني ادمين، في ارواح غاليه بنفقدها، ومش بنسميها حادثه، احنا بنسميها تصادم، لان الحادثه مالناش يد فيها، لكن التصادم احنا ممكن نعمل فيه حاجه. المشكله ولو احنا تطرقنا ليها هنلاقي ان في اليات كتيره قوي نقدر نتداخل بيها علشان نوقف المشكله والمصيبه اللي احنا عايشين